لدينا من دبي محللة أول أسواق مالية في إكويتي جروب الأستاذة لينا قنو. أهلا وسهلا بك معنا لينا. بداية، لاحظنا الارتفاع الحاصل في السندات الأمريكية لمختلف الأجيال، كيف أثر ذلك على أداء مؤشر الدولار وعلى الدولار في سوق العملات؟ أهلا بك. بالفعل شفنا كيف خفض مؤشر الدولار الأمريكي خلال التعاملات الآسيوية اليوم، ثم عاد للاستقرار بعد قليل كان للارتفاع. يعني عم نشوف نوعا ما استقرار في مؤشر الدولار مع توقف ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بعدما ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2019. وصلنا طبعا في جلسة أمس مستويات 1.97 قبل استقرارها اليوم عند تقريبا 1.93، فهذا ما سبب تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، تراجع في مؤشر الدولار الأمريكي. نحن في حالة ترقب، الأسواق شغلها الشاغل اليوم هو ترقب بيانات التضخم الأمريكية المتوقع أن ترتفع من 7% إلى 7.3%، وسوف تسجل مستويات قياسية لو تم الارتفاع بهذا الرقم. وهذا يعني لمؤشر الدولار الأمريكي متوقع أن تكون في تجديد للسياسة النقدية من قبل الفدرالي الأمريكي 4 مرات، وتسعير الأسواق بأن يكون رفع لأسعار الفائدة في مارس 50 نقطة أساس بدلا من 25 نقطة أساس في حال جاءت أرقام التضخم مرتفعة. لكن في حال جاءت أرقام التضخم دون التوقعات وشهدنا بعض الانخفاضات، فهذا يعني ربما يكون تجديد للسياسة النقدية ب3 مرات، ويكون رفع لأسعار الفائدة فقط ب25 نقطة أساس كما تتوقع أو تسعر الأسواق ذلك. نعم. فبالتالي نحن عم نترقب هذه البيانات بالنسبة لمؤشر الدولار الأمريكي، ولكن التوقعات كلها تجديد السياسة النقدية وسيكون الاتجاه صاعد رغم بعض التراجعات اللي عم نشوفها اليوم وتفاوت من قبل البنوك المركزية بتجديد السياسات النقدية، فيكون الدولار مرتفع أمام عملات ومنخفض لكن على الاتجاهات بنوعا ما صاعدة لمؤشر الدولار الأمريكي. نعم، يعني لينا نتحدث هنا، التوقعات واضحة فيما يتعلق بمعدلات التضخم في الولايات المتحدة، وأيضا السياسة المتبعة، سياسة التجديد النقد التي سيتبعها الفيدرالي الأمريكي، لكن هل يعني التأثير الأكبر سيكون لعامل الوقت في ظل هذه التوقعات؟ يعني من المعروف ماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة تحديدا فيما يتعلق بمعدلات التضخم، إذا نتحدث عن عامل الوقت هنا، كيف سيؤثر على سوق العملات؟ نعم، يعني هلأ الأسواق بتسعر أنه رفع أسعار الفائدة يكون في مارس، بس لكن الحديث هل سيكون بخمسين نقطة أساس ولا بخمسة وعشرين نقطة أساس؟ يعني بدأ التوقيت أنه خلص في مارس راح يكون في تجديد السياسة النقدية. نحن عم نتحدث بارتفاعات بشكل كبير، لكن في حال طبعا رفع أسعار الفائدة كانت التضخم بشكل مرتفع وتم رفع أسعار الفائدة بخمسين نقطة أساس بدلا خمسة وعشرين نقطة أساس، سيعطي قوة للدولار الأمريكي، راح نشوف تراجعات لباقي العملات. لكن في حال كان هناك يعني لم يكن يعني هناك تباطؤ في التضخم، هذا يعني التصعيد ب 25 نقطة أساس، سيكون تفاوت بين العملات، وخاصة يعني نحن عم نشوف كما ذكرت أنه يعني تأخير من قبل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بسرعة رفع أسعار الفائدة مقابل بنوك مركزية أخرى كبنك إنجلترا المركزي قام بتجديد السياسة النقدية، فسيكون هناك تفاوت بأداء الدولار مقابل العملات الأخرى. لكن لو تم فعلا الرفع بخمسين نقطة أساس سيعطي دعم قوي لمؤشر الدولار الأمريكي. نعم. ورح نشوف ارتفاعات عنا طبعا بقاء فوق مستويات مهمة 96-30، لو لم نكسرها سنكمل الارتفاعات. نعم. ارتفاعات أكبر يعني لمؤشر الدولار الأمريكي. إذن لينا، بنك إنجلترا هو من أول البنوك التي أعلنت عن رفع وسياسة التجديد النقدي التي تتبع خلال هذا العام، كيف تأثر الجنيه الاسترليني حتى هذا الوقت في ظل هذه القرارات؟ هل نتوقع أيضا ما حدث مع الجنيه الاسترليني أن يكون كالدولار مثلا؟ الجنيه الاسترليني يعني بالفعل شهد ارتفاعا بعد قرار البنك انجلترا المركزي برفع اسعار الفائده. نحن نتحدث ب 25 نقطه اساس، ولكن المجمل برفع اسعار الفائده مرتين متتاليتين وهي الاولى منذ عام 2004، نتحدث عن 50 نقطه اساس من رفع اسعار الفائده، هذا اعطى قوه للدولار قوه للجنيه الاسترليني، وخاصه امام الدولار الامريكي. امام الجنيه الاسترليني
الاسترليني المزيد من الارتفاع في ظل توقعات انه يكون في تجديد تجديد للسياسه النقديه. لكن الجنيه الاسترليني الان في حاله ترقب اليوم ايضا لارقام التضخم من قبل الولايات المتحده الامريكيه، لان اي قوه في ارقام التضخم او كانت ايجابيه جدا يعني سيعطي بعض التراجعات للجنيه ويكون هذا لصالح الدولار الامريكي نحو الارتفاع. لكن عموما الجنيه الاسترليني في حال استمرار في تجديد السياسه النقديه وتوقعات برفع اسعار الفائده اكثر من ذلك سيكون بالتالي لصالح الجنيه، وربما نصل لمستويات احنا عم نتداول تقريبا من 1.35 ممكن ان نرى مستويات فيما بعد 1.37. نعم، محلل اول اسواق ماليه في إكويتي جروب الاستاذه لينا قنوع، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا.